إذن الآن سنقوم بإنشاء مشروع مبسط جداً لصفحة بالـ HTML. هذه الصفحة نريد أن ننشئها بووردبريس. هي صفحة واحدة ولكن سنحولها لقالب ووردبريس ونجعلها تعمل كووردبريس بقالب ووردبريس. فإذن هذه الصفحة أنا وجدتها على الإنترنت، بحثت عنها وجدتها وسأقوم بتحويلها لقالب. بكل بساطة سأبدأ مع الهيدر والأمور الأخرى. الأشياء التي ستكون صعبة أن أقوم بها بووردبريس بشكل أساسي سأتركها للنهاية، أو ربما لا أقوم بها الآن، لا مشكلة بذلك لأن نحن نتعلم بشكل تدريجي، فالأشياء التي تكون خارج نطاق المعرفة الحالية نتركها لوقت لاحق. فبداية أنا سأبدأ مع هذا الهيدر الموجود هنا، وقبل الهيدر أريد أن أنشئ القالب الذي أريد أن أعمل عليه. فإذا أنا الآن في قالبي الحالي الذي هو My New Theme، أنا سأنشئ قالب جديد، لا أعرف ماذا نسميه، ما اسم هذا الشخص صاحب هذا الموقع؟ TryHack هكذا اسمه، TryHack، IT TryHack، أو لا أعرف، IT مثلا، أو IT ماذا نسميه؟ نسميه Photographer. ما رأيكم؟ فوتوغرافر، LWN فوتوغرافر. فلنقم بإنشاء مجلد بداية نسميه LWN فوتوغرافر. فوتوغرافر ها هو. فإذا الآن أصبح لدينا مجلد القالب بالثيمز. الآن لو ذهبت إلى LWN فوتوغرافر بهذا الشكل، فهنا بداية سأنشئ الملفات الرئيسية. أول ملف رئيسي هو style.css، جيد ها هو، وفقط يحتاج مني اسم القالب الذي نكتبه من خلال تعليق. فهنا سنكتب theme name واسمه LWN photographer، هذا اسم القالب. اذا LWN photographer photographer، جيد، هل كتبته صح؟ صحيح، جيد. فاذا ايضا سانشئ مجلد اسمه templates كما اتفقنا، وبالداخل التمبلت ساقوم بانشاء ملف اسمه index.html. بداخل الاندكس فقط سأكتب اندكس، هذه هي القصة. فإذا الآن إذا رأيت الملفات لدي، سأجد لدي ملفات رئيسية style.css وtemplates بداخله اندكس. الآن بكل بساطة سأذهب لموقعي هنا وأذهب إلى مظهر وقوالب. يفترض أن أرى هذا القالب الجديد. هذا القالب الجديد ها هو، هذا اسمه، سأقوم بتفعيله. إذا كان قالبك فيه خطأ سيقول هذا القالب فيه خطأ، إذن ها هو مفعل. فإذا مجرد أن أذهب للصفحة الرئيسية سأجد المكتوب index. رابط هذه الصفحة الموجودة هنا سأتركها في صندوق الوصف حتى أيضا أنتم تنظرون إليها عندما تقومون بالعمل. نحن سنقوم بتحويل هذا للنسخة العربية ولن نستخدم اللغة الإنجليزية الآن. فبداية هذا هو index. دعونا نحرر الاندكس أو نقوم بإنشاء الهيدر. نحن اتفقنا أن ننشئ الهيدر بداية. فالهيدر أين يكون موجود؟ نقوم بإنشاء parts. بداخل parts ننشئ header.html وهنا سأكتب هيدر. الآن بداخل الاندكس سنقوم بتحرير الموقع، جيد، حتى نحرره ونضيف الاندكس، يعني نضيف الهيدر، عفوا نضيف الهيدر للاندكس. سأحذف هذا، عفوا لا أريد إنشاء باترن، إذن سأحذف هذا وأقوم بإنشاء هنا هيدر أو إضافة هيدر، عفوا إذا لا يظهر أقوم بالنقر على بلس وأقوم بإضافة هيدر بهذا الشكل. إذن هذا هو الهيدر، إذن هذا هو الهيدر الذي لدي فعليا المكتوب في كلمة هيدر. إذا قمت أنا بالحفظ وعدت لإندكس سأجد مكتوب هيدر. طيب هذا الهيدر الذي لدي، لاحظوا هذا لديه هيدر. بالنسبة للهيدر لاحظوا هو فعليا إذا نظرنا إلى هذا تقريبا يوجد ويدث معين، ماكس ويدث معين، لكنه يختلف من بلوك لأخرى. نحن سنقوم بتثبيت ذلك من خلال استخدامنا للثيم.json. سأذهب إلى القوالب التي لدي. فلدينا القالب الذي أنشأناه قبل اسمه My New Theme. إذا ذهبنا إلى My New Theme سنجد أن بداخله ملف theme.json. هذا الملف إذا قمت أنا بفتح هذا الملف theme.json سأجد فيه الأشياء التي كتبناها في
وقت سابق. أنا سأقوم بنسخ هذه الأشياء جيد وأقوم بالعودة لقالبي هنا. هذه هي الملفات، سأقوم بإنشاء ملف أيضا اسمه theme.json وأضع فيه الأشياء نفسها التي وضعتها بالملف السابق، لكن سأقوم بحذف بعض الأشياء الغير مفيدة، فالآن سأريكم إياها. فمثلا بالنسبة للتمبلت بارت سأبقي الهيدر، والفوتر فعليا غير لم ننشئه بعد فسأحذفه وعندما ننشئه أضيفه. بالنسبة للكاستوم تمبلتس نحن لم نضف أي كاستوم تمبلتس بعد فسأحذف هذه النقطة. بالنسبة للسيتينجز سأبقي هذا التي اسمها Use Root Pathing Aware Alignment، سأبقيها وأنت أبقيها ربما نشرحها لاحقا. بالنسبة للاي اوت فهنالك العرض الواسع وهنالك العرض المحتوى. بالنسبة لعرض المحتوى سأغيره الآن، وأيضا سأقوم بإضافة هنا خاصية اسمها wide size وسأغير هذه الأرقام الآن سأغيرها لكن سنستمر الآن. سنقبل البوردر، سنقبل السبيسينج، سنقبل البوزيشن كلها سنقبلها. بالنسبة للكلر كلها، الكلر هذا سنغيرها حسب القالب الخاص بنا الآن سنغيرها بعد قليل. typography سنتركها. بالنسبة للكاستوم فونت سايز سندعمه جيد. وبالنسبة للفونت سايزز أنا سأكتفي بالفونت سايزز الموجودة بووردبريس، بالتالي سأحذف هذا القسم. وهنا بالنسبة للستايلز ربما نحذف كل شيء هنا موجود لا داعي له، هكذا كافي أعتقد. فإذا هذا هو theme.json. فإذا الآن لنعود للأساسيات والتصميم الخاص بنا التي هي الكونتنت سايز والوايد سايز. انا اريد الماكس ويث هنا الويث 1200 بكسل، ساغيرها لن ابقيها كالديزاينر حتى يكون الديزاين الخاص بي افضل. يعني الوايد سايز هنا يمكن ان اكتبها كما هو يقول 1320 بكسل، فاذا هذا غيرتها كالديزاين. الموضوع الثاني الذي ساغيره كالديزاين هو الالوان. فإذا نلاحظ أن هذا الموقع مثلا فيه هذا اللون، هذا اللون الأصفر نوعا ما، هذا اللون الأصفر سأجلبه، فهذا يمكن أن نسميه اللون السكندري أو لون الأكسنت. الآن أريد تسمية الألوان كما يسميها قالب ووردبريس الأساسي حتى يعني نتعلم شيء جديد. فإذا ذهبنا إلى قالب ووردبريس الأساسي الذي هو 2024 وذهبنا لtheme.json الموجود فيه، فإذا لاحظوا الألوان اسمها بيس الأساسي والبيس 2 جيد، ويوجد الكونتراست. فأنا سأقوم بإضافة نفس القالب الأساسي أو قالب الافتراضي. فإذا هنا أنا سأسمي الألوان بهذا الشكل. فإذا اللون الثاني سأسميه كونتراست والسلاج سيكون كونتراست، والآن سأضيف اللون هذا هو اللون الأصفر جيد. اللون الأساسي ما هذا اللون؟ لا أعرف إذا كان بإمكاني أن ألتقط هذا اللون أو من هنا مثلا إذا قمت أنا بتكبير أكثر مثلا. أعتقد هذا أسود، هذه الألوان تكون شبيهة بالأسود، لاحظوا هذا أسود نوعا ما. فإذا جلبت هذا اللون أنت يمكنك أن تأخذ الألوان مني، يعني من الدرس يمكنك أن تأخذ الألوان مني. إذا الآن اللون الأول سيكون بيس، سنسميه بيس وهذا بيس، وهنا سنعطيه هذا اللون نفسه الذي أعطاه هذا المصمم. هل يوجد ألوان أخرى مثلا هذا اللون نفسه اللون السابق، فإذا نفسه لون البيس وهذا اللون نفس لون البيس، فإذا هو استخدم نفس الألوان في كل مكان. هل يوجد ألوان أخرى؟ لا يوجد، استخدم لونين فقط في كل الموقع. جيد جدا، شكرا له لأنه استخدم هذا الموضوع، سهل علينا الكثير. فإذا هو يعني لديه لونين فقط في الموقع. طبعا ربما أنت تسأل تقول طيب كيف أنت كنت بجلب هذه القيم؟ بكل بساطة هذا extension موجود اسمه color picker extension، سيكون موجود بالمتصفح، قم بتثبيته وهذا extension سيساعدك على يعني على أخذ الألوان التي تريدها. مثلا أعجبك لون معين يمكنك أن تحصل على قيمته بهذا الشكل.
الآن بالنسبة للألوان الأخرى التي وضعتها أنا في موقعي، فإذا أنا سأترك كلر النجاح لأنه مفيد يعني يتم استخدامه، وبالنسبة للكلر الباقي حذفته. فإذا هذه هي الباليت التي لدينا في هذا الموقع، هذه هي الألوان الرئيسية. فإذا ممتاز. الآن إذا ذهبت للموقع وقمت التحديث، الشيء الذي سأقوم به هنا بهذا الهيدر، بداية سأجمع مرتين. فإذا التجميع يعني إحاطة بدف، تحدثنا عن هذا بالوقت السابق. الآن سأكتب هنا هيدر كونتينر، أنت تكتب بالإنجليزية بالعربية كما تريد، وهذا التي في قلبها هكذا سنكتب أيضا هيدر كونتينر لغايات التنظيم كما اتفقنا. بالنسبة للهيدر كونتينر هذا أنا أريد لا يستخدم مكونات داخلية للمحتوى. بالنسبة للكلر يمكن أن نضيف له خلفية، مثلا لاحظوا هذه الألوان ظهرت، يمكن أن نضيف أخضر الآن مبدئيا. هنا الكونتينر كتبته خطأ، دعني أصحح. والآن بالنسبة للـ HTML هذا نحن نريد اسم الموقع، لاحظوا هذا اسم الموقع، فسنضيف هنا Add After، وهنا سنضيف اسم الموقع أو Site Title اسم الموقع، سيتم إضافة اسم الموقع هنا بالـ H1. ممتاز. الآن سأمسح هذا، جيد، ولاحظوا هنالك اسم الموقع، وهنالك أيضا لدينا هنا Navigation ولدينا السوشيال، فأنا سأضيفها فقط مجرد إضافة ونكمل لاحقا. بدلا من Add After وAdd After السوشيال، جيد، وسأقوم بالحفظ وسإن شاء الله نكمل لاحقا.